في حي الزمالك وفي ذكرى يوم رحيله يتوافد عشاق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ إلى بيته الذي بات أشهر معالم هذا الشارع. إحنا جينا النهاردة عشان نفكر الولاد ونفكر نفسينا إن كان في قيمة وقامة اسمها عبد الحليم حافظ. جاية مخصوص من المنيا من صعيد مصر عشان عبد الحليم حافظ. من 40 سنة وأنا باجي كل سنة عشان خاطر عبد الحليم، لأني طول عمري متعايشة معاه على طول. 40 عاماً لم تنتقص من جمهوره، فالحائط المجاور لشقته مملوء بعبارات الرثاء والحزن على رحيله. تفتح أسرته أبواب بيته للجمهور في مثل هذا اليوم من كل عام. كل سنة بيزيد عدد الناس، يعني كأن العملة النفيسة، الناس بتعرف قيمتها سنة عن سنة أكتر، والأجيال الجديدة كلها يعني، وناس أعمار مختلفة وجنسيات مختلفة من دول العربية وغيره. ما زال البيت الذي كان يسكن فيه على حاله، حيث حرصت ابنة شقيقته التي تعيش فيه على الحفاظ على كل ركن يحمل ذكراه. فهنا كان يجري البروفات، وفي هذا الصالون كان يجلس عمالقة الفن والموسيقى. أما غرفة نومه التي قضى فيها أيام مرضه فهي أكثر أماكن البيت جذباً للزوار، وما زالت علامة رأسه مطبوعة على سريره، وجميع مقتنياته بقيت كما تركها. عبد الحليم كان عنده صبر، صبر فظيع، يعني كل يوم 6 شهور قبل البروفة بتاع الموسيقيين نعمل بروفات بالآلات الحديثة دي كده. فطبعا دي كانت هنا في البيت عنده، كنت يقول لي أبو الميج معسكر عشان الآلة الجديدة هنذاكرها، 6 شهور هات هدومك وتعال. العندليب أسطورة الفن، فاز بحب جماهيري لا مثيل له خلال حياته وكذلك بعد عقود من رحيله. سمر بشات، العربية، القاهرة.